والله مش اقول لهم، اخلي يجي ينتخب يستلم بطاقة الانتخابات وهاي ما عندي اي شيء. والله بس يقدمون يعني اجهزة بعد للانتخابات مش اسمه على مود شغلنا، يمشون شغل مركز عثمان بن عفان المثنى. يعني ثلاث مرات انا جاي هنا من عدا هذه، اول قبل فتره جيت الا شو اسمه، لو يسمحون مثلا الولد يجي، يعني مثلا اذا ابني جاي المعامله موجوده، الاسماء بالبطاقه التموينيه مبين اسمه موجود، فلان ابن فلان، اخوه فلان ابن فلان، هو ابن فلان ابن فلانه، يجي ينطون البطايق، افضل ما نظل احنا الا يجي ولي الامر، ولي الامر يجوز الاب مريض بعدد المرض الموجوده الشيء، فخلي يكون غير الاب. يعني ليش ما نشارك؟ نشارك كنا بالانتخابات. مركز معي المثنى عثمان بن عفان، متوسط عثمان بن عفان. يا ريت يعني بسرعه نظام، حتى المواطن يجي معزز مكرم يستلم بطاقته ويمشي. ولا اقول لهم يكسرون الحاسبات البوظه حتى يمشون الناس. ايه؟ لا خلي كل واحد يجي ياخذ بطاقته حتى يغير هالوجوه هذه. انت راح تشارك بالانتخابات؟ طبعا. ليش واقف في النار كله؟ على مود اشارك.